في سؤال من منى: أعراض الجلطة ألم في منتصف الصدر ويزحف إلى الفك الأيمن ثم الدماغ ولا إيه؟ منى بتقول حضرتك ولا إيه؟ صح 100%. ألم في منتصف الصدر الحتة دي؟ ويزحف إلى الفك الأيمن؟ الفك؟ بتقول ما الفك وكله هنا يعني كده. والكتف يعني الشمال كده ثم الدماغ ليه علاقة بالدماغ؟ لا بس الكتف الشمال أهم. يعني بص حضرتك، أنا بنصح نصيحة، أي واحد ألم في صدره يروح مستشفى. ألم نوعه يا أستاذ، في ساعات حاجات بتيجي بتبقى كده أي حاجة أي حاجة أي حاجة لو تافه ولو حاجة لما يطمنوه يروح. حضرتك بنشوف أولا عندنا آلام الصدر نوعين كبار جدا جدا، تمام، حاجة اسمها تيبيكال، يعني تيبيكال بالعربي يعني العادية والأصلية يعني، تمام، وأتيبيكال غير مثال. واحد عنده وجع هنا يروح لواحد يقول له اعمل منظار وهو قلب، حالة قلب. واحد عنده ألم في ظهره، واحد بدون ألم خالص، بيعمل تشيك يلاقي نفسه عنده شريان تاجي. مظبوط. فأنا رأيي أي ألم في الصدر يا إخوانا، أي ألم في الصدر أو أعلى البطن روح لحد. طب لو ألم بسيط كده وراح وما جاش تاني، ده هو ده اللي يروح. ده هو ده اللي يروح. اللي بيروح ويجي ده أخطر من الثابت. ليه بقى؟ لأن هو ده شريان تاجي. شريان تاجي عمر الألم ما يستمر، بيجي 10 دقايق واختفي. بس ألم شديد قوي. هو مقرف انما مش شديد. هو يخض. هو يحسس الواحد ان هو يعني على هيحصل حاجه، انما هوش الم يعني، مش زي مغص المراره ولا مغص ولا كلوي. ما هي دي الذبحه، هي دي الذبحه. الذبحه حاجه تخوف، تحس ان حد حجر على صدرك والعياذ بالله يعني. طب في نغز بيجي كده حاجه زي النغز ده غالبا بيبقى نفسي. نفسي النغز ده اسمه كاردياك نيوروز. ده بيبقى واحد متوتر جدا او واحد قارف مراته فيجي لها نغز تحت الصدر. واحد قارف مراته يجي لها نغز؟ طب ولو واحده قارفه جوزها؟ لا غالبا ما بيجيش يحصلوش حاجه. لما يجي لها النغز ده تبقى بقى ما فيش حاجه يعني، ما تقلقش. تكشف تكشف يا جماعه. حضرتك ما حدش الم صدر يا اخوانا يفتي. الم صدر تساوي مستشفى او عياده، ولما يطمن يروح مفيش اي مشكله. هي حد بتسال نجوى، بتسال يمكن بتسال عن الجلطه اللي بتؤدي لوفاه، اعراضها تتشابه مع اعراض اخرى قد تصيب المعده. يعني اللي لسه بقوله اللي احنا لسه انا بقوله اهو، ان ممكن جدا يبقى الالم كله هنا. وهي بتقول كمان ده اتهام يعني انا اتوقف عنده ولا اقبله، يعني اطباء الطوارئ في الغالب مش بيعرفوها يعني. لا 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 متاسف، لا لا، لان الطبيب مش بيعرفها بنفسه، ده بيحط اجهزه مش كده. بص حضرتك، هي مشكله كبيره جدا في بعض المستشفيات ان الطوارئ سهر، تمام، بيبقى الساعه 4 حتى كده الدكتور بقى تمام، فبيبقى الصغيرين اللي قاعدين. لكن احنا القصر العيني مش عامل كده. احنا سايبين كبير في الطوارئ، الصغيرين بيقعدوا يتعلموا طبعا. وفي استاذ موجود، بس في واحد موجود مدرب، واحد معاه دكتوراه خبره، يعني واحد معاه دكتوراه لازم يكون موجود. التشخيص ده دكتور بيبقى محتاج اكتر جهاز ام شطار الطبيب؟ بص بس اقول لحضرتك ما حاجه يعني احنا مظلومين فيها جدا. احنا طبعا انت عارف الطبيب المصري مظلوم، طبعا مظلوم. الطب يا استاذ محمود منظومه، دكتور وجهاز وممرضه ومكان نظيف واداره وادويه موجوده متوفره طبعا، منظومه كامله. انظف واحد في المنظومه دي في مصر الطبيب، واسوأ واحد في المنظومه دي بره الطبيب. الطبيب بره يا استاذ محمود مستور، مستور بمليون حاجه، عمره ما يغلط. الاجهزه بتلحقه والتمريض والمساعد بيلحقوه، انما احنا هنا بنشتغل لوحدنا. كثيرا نلاقي نفسي لوحدي، يعني التمريض ما يخدمنيش ولا الاجهزه ولا اي حاجه. في القرى حضرتك هتلاقي اجهزه، مش عيب في التمريض، لكن عيب في مش عيب في التمريض، التدريبات والدورات والحاجات. في القرى حضرتك عندك اجهزه بسيطه جدا. يبقى الدكتور يعني حضرتك سالت سؤال مهم جدا، التشخيص مهاره الدكتور ولا مهاره جهاز؟ لا مهاره الدكتور طبعا طبعا. وفي مصر هو في عندي هنا سؤال، حد قال تسال حد يعني واحد جاي بالالم ده يا استاذ محمود، واحد جاي بالالم اللي احنا بنقول عليه هنا ده، يعمل منظار ولا يعمل رسم قلب؟ دي مهاره دكتور طبعا. لان في حد برضه بيقول انه راح لدكتور وقالوا في جلطه
ورجعوا عملوا رسم قلب في مكان تاني طلع سليم. فايه تعمل ايه ده؟ ده بقى متضامن مع الفكره دي. والدتي كانت عامله رسم قلب عند دكتور وقال لها لازم قسطره، ورسم القلب كان ورسم القلب كان موضح ان موجود جلطه صامته اللي هي مستكينه ورجعنا في مكان اخر وكل حاجه طلعت سليمه. فهل ممكن رسم القلب يتغير؟ يا سلام، هي كده يتفبرك. لا بس هي طبعا تقصد يتغير. سؤال جميل جدا جدا. انا عايز اجاوب على البنت اللي بعت السؤال ده مهم جدا. طب للاسف انا ما عنديش اسمها، مش عارف هي نجوى برضو ولا ايه. اسراء. اسراء، يا بصي يا اسراء، اولا بلاش ركزي يا اسراء، بلاش اتهامات بدون يعني بدون علم، تبقى خطيره جدا، ستحاسبي عليها يا بنتي. لا دي اسراء ما اتهمتش، اسراء معاها. لا قالت واحد عمل رسم متفبرك. لا هي تقصد تقول يعني اكيد تقول يتغير. لا لا ما هي انا فاهم هي قصدها ايه. لا انا بس خلي بال حضرتك، هي بتقول انا رسمت رسم، عملت رسم قلب طلع في جلطه صامته، طلع الثاني ما فيهوش، طلع ما فيهوش، ده معاها رسمين هي. ايوه ايوه ما هو ده احنا ده اتهام ده. اولا ممكن جدا يبقى عندي جلطه عنيفه وانا على وشك الموت ورسم القلب سليم، عشان كده لا يعتمد على رسم القلب في ان انا ادخل واحد قسطره ولا لا، لا يعتمد. اولا ده رسم قلب عادي مش مجهود، ومجهود هيبقى ممنوع في هذه الحاله. انا عندي جلطه في القلب وعلى وشك الموت ورسم القلب سليم، عشان كده احنا بنعتمد على انزيمات ما نعتمدش على رسم. فاللي ارالك الرسم وقال لك ده محتاج قسطره صدقيه، لان ممكن جدا رسم القلب يبقى سليم يا اخوانا وعندي جلطه وحاجات عليت جدا في الدم. رسم القلب ما هوش كونكلوزيف، بس هو الدكتور اللي قالها ده قال لها رسم القلب فيه جلطه صامته. انا ما اعرفش، ما هو الكلام اللي هي كاتباه ما اعرفش، كان موضح ان موجود جلطه صامته، ده الدكتور اللي قالها عايز قسطره. احنا قال ان في جلطه، الثاني قال لها ما فيش حاجه، تعمل ايه بقى هي؟ ما هي تسمع كلام مين؟ احنا في كارثه يعني. دلوقتي في دكتور قال لها تعملي قسطره عشان في رحت واحد ثالث تشوف بقى حكم اجنبي بقى. تجيب حكم اجنبي تروت يعني مش عام. انا ما لا طبعا عالم. هي قصه طبعا مش واضحه يعني خالص، بس رسم القلب ده امتياز بإقراء يعني ما حدش يغلط فيه. ولكن انا ممكن يجي لي عيان يقول لي صدري بيوجعني واكشف عليه، ومن كلامه والله ادخله على القسطر فورا، يقول لي طبعا عملت الرسم قلب سليم، اقول له ارميه في الزباله، ارمي الرسم ده في الزباله، لان الرسم ممكن يتغير بعد 48 ساعه من حدوث الجلطه. يبقى ده السؤال بقى، يبقى ايه ممكن الجلطه دي تكون لو انت عملت الرسم بعد 48 ساعه تكون الجلطه تكون اتغيرت او بانت؟ لا تكون بان. هو الاولاني هيبقى سليم، هو الثاني هو اللي ما اتغير، يعني التغيرات بتحصل بعد شويه. ما حدش يا اخوانا يعني يعتمد على اي دكتور مع هو عارف كده. والله يا استاذ محمود الاعراض ادخل بيها قسطره. طيب معلش انا برضو عايز ارجع ارد على السؤال، ان ده سؤال بيقابل ناس كتير قوي. لو بيروح مستشفى يعمل رسم قلب يقول له عامل قسطره، واحد تاني يروح يقول له انت فيكش حاجه، ماذا كيف يتصرف يعني؟ بص حضرتك اختلاف الاطباء ده حاجه معروفه جدا. يعمل جدا. ايه بقى؟ تنصح بيه يروح لحد كبير. اروح لحد متخصص. حد متخصص قوي وكبير يعني ما يغلطش، ما دام في لخبطه كده ما تسكتش يعني. ما تسكتش يعني، ما تفرحش ان واحد قال لك ما فيش حاجه. ايوه طبعا ما تفرحش بالكلام طبعا. يا ما اللي شفنا حالات كده دكتور كبير والجهاز كمان اتعمل كشف وبعدين طلع فيه حاجه في القلب. اول حاجه في الكتب في جلطه القلب تكر ان رسم القلب في الاول بيبقى نورمال، بيبقى نورمال ما فيهوش حاجه وعنده جلطه وممكن يكون هيحصل له كارثه ورسم القلب سليم. عشان كده امال هم عملوا قسطره ليه؟ عملوها ليه؟ لان في دلوقتي جهاز يا دكتور اللي هو بيرسمه مالتي سلايس، اللي بيرسمه بيصور الشرايين كلها. ما انا اقول لحضرتك بقى. كويس ان جبت سيرته. طيب في جهاز بيصور شرايين القلب. احنا شرايين القلب ايه المشكله؟ المشكله دلوقتي ان انا عندي وظيفه وشكل. تمام. وظيفه وشكل. ماسوره ميه. الحنفيه بتتفتح تنزل ميه. كويس؟ شكلا لازم ادرسه. طب ما جهاز الماسوره ضيقه. طيب ما انا هفتح الحنفيه الاقي الميه قليله. طب انهي حته اللي ضيقه؟ بدايه الميه قليل، يبقى الماسوره فيها حته ضيقه. في مشكله. طب فين الحته دي؟ عشان افتح عليها في الحيطه. دي الاشعه.
والقسطره الاثنين. لكن اذا كنت انا واثق ان الراجل ده هخدمه بالقسطره، يعني احط دعامه مثلا مثلا اعمل له اشعه ليه؟ هياخد الصبغه ويطلع في ضيق، اقول له طب روح اعمل قسطره عشان اوسع الضيق. طب ما من الاول اعمل قسطره. دي بتتعمل يعني اذا كان كشف استكشاف قليله قوي، حد ما فيهوش حاجه وراح يطمن. برافو عليه. واحد انا ايه يعني كل سنه يروح يبص على قلبه كده، او واحد عامل قلب مفتوح يطمن وعامل 3 4 شرايين، والقسطره هتعب جدا جدا ان انا اجيب اعمل له الاشعه يتقوم تبان. الاشعه بصبغه، انا عارف القسطره بصبغه، والناس اللي بنعاملهم ناس كبار وظايف الكلى على لكه، فلا داعي اديله كميتين صبغه، عيب عليا يعني. اقول له روح اعمل اشعه، طب طلع الاشعه فيها ضيق، اعمل قسطره بقى عشان اوسع لك الضيق. طب ما من الاول صحيح صحيح، انا مش صحيح. مش بقى الناس اللي تطمن على نفسها، وزي ما شرحت حضرتك الناس اللي عاملين عمليه قلب مفتوح كل 6 اشهر كل سنه يروح يطمن على شرايينه وده يبقى كويس.